هنتكلم معاكم عن رقم قياسي جديد تم تسجيله مؤخرا في موسوعة جانس للأرقام القياسية. يعني الحقيقة واحد من أغرب وأهم الأرقام الرقم القياسي اللي هنتكلم عنه ده، وهو أبعد هدف في تاريخ كرة القدم. حارس مرمى إنجليزي هو اللي سجله من مسافة 96 متر. التفاصيل هنشوفها من خلال هذا التقرير، ثم فاصل، ثم عودة مرة تانية لعشرة الصبح في الأهلي. اتفضل. هدف تاريخي سجله حارس مرمى دفع به إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الهدف غير المقصود سجله حارس المرمى توم كينج في فريق منافسه من دوري الدرجة الرابعة، كان بداية هذا الرقم القياسي الجديد، حيث أعلن موقع جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل الحارس الإنجليزي توم كينج رقما قياسيا جديدا بعد تسجيل هدف لفريقه نيوبورت كاونتي من مسافة هي الأطول في تاريخ الساحرة المستديرة على بعد 96.1 متر. جاء هذا الهدف التاريخي خلال لقاء تشيلتنهام تاون في مباراة أقيمت ضمن دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا، وشهدت الدقيقة 12 من المباراة تنفيذ الحارس كينج ركلة مرمى بتسديدة قوية قبل أن ترتطم الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء تشيلتنهام تاون لتتجاوز جراء قوة ارتدادها أرضية الملعب وتتخطى حارس مرمى الفريق المنافس وتدخل شباكه. صادقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تسجيل رقم قياسي باسم هذا الهدف باعتباره الهداف الأبعد، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيجوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق بهدفه في مرمى ساوثهامبتون عام 2013 بمسافة 91.9 متر. الهدف الجديد الذي حققه حارس المرمى توم كينج كان بوابته للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، رغم أنه هدف غير مقصود. فقد علق كينج على الهدف بالقول: أنا سعيد بالتأكيد لأنني لم أقصد فعل ذلك، لكن الهدف سيظل حديث الملاعب للسنوات المقبلة.